زيارة ساركوزي إلى تونس وتصريحاته المستفزة للدولتية الجزائرية شكلت أهم أخبار الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم 22 من جويلية 2015. البلاد عنونت على صدر صفحتها الأولى ساركوزي المهمة القذرة، بعدما أطلق تصريحات في تونس توعد فيها الجزائر بخراب مثل ليبيا. فساركوزي يسمم العلاقة بين الجزائر وتونس، وفعاليات تونسية تدعو حكومة الصيد للتبرؤ من تصريحات الضيف الفرنسي. وكتبت الصحيفة تقول: أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي التي تحامل فيها على الجزائر من بوابة تونس حملة من الاستياء والرفض الكبيرين من قبل فعاليات جزائرية وتونسية وحتى ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين الذين عبروا بصوت واحد عن رفض زيارته أصلاً إلى تونس واصفينها بالمشبوهة. عن ذات الموضوع تساءلت جريدة والحياة: ماذا يحضرون للجزائر من خلال تصريحات ساركوزي وفرحات مهني؟ في القضية ذاتها عنونت جريدة والفجر: تونسيون يردون على ساركوزي لا أهلا ولا سهلا بك في تونس. وطبقة السياسية الجزائرية تطالب برد بنفس المستوى على تصريحاته التي تعتبرها مستفزة، فيما ينتظر تنظيم وقفة تضامنية اليوم أمام سفارة الجزائر بتونس دعا إليها سياسيون ومثقفون. وكتبت الصحيفة تقول: لقي تهجم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على الجزائر خلال زيارته إلى تونس استنكارا من طرف الطبقة السياسية والإعلامية التونسية، واتهمة إياه بمحاولة توتير العلاقة بين البلدين الشقيقين. إلى أخبار الاقتصاد، حيث عنونت جريدة الشروق في صفحتها الأولى عن قضية أسعار الخضر والفواكه: أسواق الرحمة كسرت الأسعار، أفرحت زوالية وأوقفت جشع التجار. وكتبت الصحيفة تقول: عرفت مختلف أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية انهيارا غير مسبوق على عكس ما اعتاده الجزائريون خلال الأسبوع الأول من رمضان في السنوات الماضية، حيث تراوحت أسعار البطاطا، الكوسة، الجزر والطماطم ما بين 25 و 50 دينارا، في وقت شهد سعر الزيت بأسواق الرحمة 500 دينار، أي بانخفاض ب 80 دينارا مقارنة مع المحلات التجارية والأسواق الأخرى. وهي التخفيضات التي دفعت مواطنين إلى المطالبة بالإبقاء على هذه الأسواق بعد شهر رمضان. في أخبار الاقتصاد دائما عنونت جريدة والخبر على صدر صفحتها الأولى: الدينار ينهار أمام الدولار، واحد مقابل أكثر من 100 لأول مرة منذ الاستقلال. في قطاع التربية عنونت جريدة والفجر: بن غبريط وفي إطار تحضيراتها لدخول المدرسي تكشف مكاسب مرتقبة ل 700 ألف أستاذ في أوت وتغييرات لمدراء التربية الفاشلين. وكتبت الصحيفة تقول: كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن مكاسب مرتقبة لموظفي وعمال التربية دون الإفصاح عنها، على أن يتم تسليط الضوء عليها في شهر أوت في لقاء سيجمعها مع الشركاء الاجتماعيين، فيما كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الوزيرة تحضر لإجراء حركة تغييرات واسعة في سلك مدراء التربية نهاية جويلية المقبل وتنحية آخرين. إلى أخبار قطاعي الصحة وموجة الأمراض المتنقلة، حيث عنونت جريدة والخبر في صفحتها الأولى: استنفار في الجنوب بسبب الحصبة، والمصالح الصحية سجلت 100 إصابة. نختم جولة صحفية اليوم بالخبر الأمني، حيث عنونت جريدة والخبر في صفحتها الأولى: رفع حالة التأهب في 14 ولاية ساحلية، وذلك لمنع تكرار سيناريو مدينة سوسة التونسية الأخير. في الخبر الأمني دائما عنونت جريدة الحياة: السلطات الأمنية تنشر قائمة لأخطر 10 إرهابيين لتنظيم، كما شنت عمليات تمشيط وبحث كبيرة بغابات جنوب سيدي بلعباس. بهذا نطوي أخبار صفحات الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.